بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخوتي في الله، أحييكم أينما كنتم. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. موضوع أخوتي هو إنتاج طائر الكناري. طائر الكناري كما كنعرفوا أخوتي هو طائر مقبول في السوق، يعني طائر جميل مقبول. لان نهضروا عليه كيفاش طريقه الانتاج. اول حاجه اخوتي خصنا واحد القفص سيباراسي بحال هذا، من بعد ما غادي نقتاني الذكر والانثى، يعني غنجيبو الذكر وغنجيبو الانثى. كما كتشوفوا هو ذكر وهو الانثى، ويكون عندنا القفص. غنجيبو نديروا واحد الحاجز بيناتهم، يعني حاجز نقسموا بيناتهم، الذكر يبقى في مكان والانثى في مكان بحال هكا، يعني الانثى في مكان والذكر في مكان، واحد ما كيبقى يشوف واحد، كيبقاو يتبادلوا بيناتهم غير بالاصوات، بواسطه الاصوات. الذكر يغرد والانثى توطوط بعمليه الوطوطه. من بعد اخوتي واحد تقريبا شي اسبوع حيدت لهم الحاجز، وستتم طريقة التزاوج بكل سهولة ان شاء الله. وهالنتيجة اخوتي، يعني حصول على 14. من بعد اسبوع ديال فرقتهم تقريبا اسبوع، النتيجه خوتي الذكر والانثى، الانثى راه كتقرب على البيضات ديالها.